شيخ بدي افوت معك بالموضوع الي ساعه مستعجل اقول لك. دير بالك حبيبي، لانه في معانا ممكن مثلا يعني اختي واختك وكذا. حبيبي دير بالك، تفضل. اذا لا 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 مستحيل شيخ، بس شيخ انه بدي اتجوز. قول بسم الله حبيبي. شيخ شو اعمل؟ شو اقول لابوي؟ ايش؟ شو اقول لابوي؟ اللي بدي انيل، بدي اتجوز، انا حامي وبدي اتجوز. شو هلا اللي شو الناقصة؟ قال شو اقول لابوي؟ قل له انا في قدامي حلين، لا اما بتزوج لا اما بروح طريق الخطأ. اذا ابوك طلع معك ما كويس بقول لك روح طريق الخطأ. حبيبي في واحد من الشباب نزل صندوق عايض، نزل صندوق ب 2000 نقطة. بصير احنا نشفطه للصندوق؟ زومبي.